السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا يا جماعة انتوا طبعا عارفين ان انا يعني الحمد لله بعشق العدد، فالنهاردة ان شاء الله تم اضافة حتة العدة الجميلة ديت ماكيتا انكو 280 واط. تمام. طبعا انا بحب اجيب العدد ديت واركنها وقت ما احتاجها تكون موجودة، يعني من عادتي ما بحبش اشحت اي حتة عدة من حد، ولا بحب اشحت برضو لحد. يعني لو في حد حتى محتاج ان هو بيعمل حاجة انا ممكن اروح اعملها له بنفسي بعدتي، لكن عدتي محدش يمسكها غيري. طبعا ديت مش حاجة وحشة، انت طبعا لازم تحافظ على العدة بتاعتك، فيعني العدة ديت بتبقى جزء منك. يعني دي كده حتة العدة الجديدة اهيت، وجاي معاها الشربون بتاعها اللي هو ده والكتالوج بتاعها. طبعا هي شغالة على الناحيتين الاتنين يمين وشمال، هوصلها لكم دلوقتي برضو ونشوفها. الميزة اللي فيها ان هي طبعا ما بتحتاجش مفتاح بلدي زي مثلا مع الشنيور ده اللي هو الماكس. طبعا هو تقيل جدا في الربط لانه هو شنيور مش بتاع ربط، وطبعا لازم الظرف بتاعه بيشتغل بالمفتاح ده عشان خاطر ان احنا نفك ونربط، ولكن الماكيتا دي تبقى صغيرة في الفك والربط وتبقى خفيفة، وفي نفس الوقت ما بنحتاجش المفتاح بتاع الزف بتاعها. وطبعا في منها اللي هو الشحن، ولكن انا بفضل الكهرباء عن الشحن، وبحس ان هي عملية عن الشحن، ولكن الشحن برضه بينفع لناس كتير جدا. يعني مثلا لو في نجار رايح يركب مطبخ في مكان او رايح يعمل شغل في مكان ما فيهوش كهربا او السلك برضه هيعطله كتير، فلو بيحتاج الماكيتا كتير طبعا الشحنة هتكون جميلة جدا ليه، عشان خاطر لو هو في مكان هيحتفظ في الكهرباء او كده. تمام. ولكن في الاقوى وفي المتانه الكهرباء افضل من الشحن. طبعا كل الصناعيه النجارين وبتوع الالموتال عارفين الكلام ده كويس. طبعا يا جماعه الانكو ماركه نظيفه جدا، والفينش بتاعها الهاي كواليتي بتاعها عالي جدا جدا، و يعني بصراحه عاملين شغل حلو. يعني هو شغل صيني اي بس شغل جميل جدا وشغل يحترم، يعني شغل بصراحة يحتذى منه. تمام كده يا جماعة شغالة اهي. طبعا السرعات بتاعتها من هنا من 1 لحد 20. تمام. اخر حاجة بعد 20 هو يشتغل شنيور اللي هو ده. تمام. هنجربها برضو دلوقتي معاكم ونشوف. طبعا ده الظرف اهوت، بنطلع الزرار ده كده عشان نعكس الظرف كده، فتح معانا الظرف. هتركب طبعا اي بنطة، والمفروض طبعا البنطة بتاعت الشنيور بتاعت الماكيتا اللي هي بتاعت الربط، ولكن هو برضو بيشتغل شنيور في نفس الوقت. تمام. يعني كده يشتغل معانا شانيور. نجيب بتاعة الربط كده ونجربها. ديت لقمة صليبة اهيت. طبعا انت بتبقى ماسك القطعة اللي قدام في الظرف ديت علشان خاطر يربط على البنطة، وموضوع سهل جدا يعني امام مش خطر، ما فيهوش اي خطوره ولا اي حاجه اهو. كده هي جاهزه اهي على الرف، نجربها برضو نشوف اي حته خشبه ونشوف الربط بتاعها هيكون عامل ايه. تمام يا جماعة زي الفل اهي. طبعا بتبقى مريحة جدا عن المفك والكلام الفاضي ده، وفي الفك برضو اهي. يبقى نفك ونربط بكل سهولة وبكل بساطة. طبعا
الحتة الماكيتا ديت او العدة ديت جميلة جدا لكل الهواة وكل الصناعية برضو، يعني لو واحد هاوي او صنايعي اكيد هتنفعه كتير جدا اهي. طبعا انت بتقلب يمين وشمال من هنا زي اي شنيور او زي اي حتة معد، تمام. طيب نجربها في خشبة تانية. ونضغط عليها برضو ونشوفها. مش عارف الصورة كده جاية ولا لأ. كده يا جماعة يبقى خلصنا عرض الماكيتا ديت. هي السرعات ديت اظن ان هي مش شغالة قوي يعني، طبعا في فك اي حاجة وفرطها هتبقى سهلة معاك وكمان خفيفة على الايد، مش كبيرة يعني، حجمها حلو. اي حد طبعا يا جماعة هيحتاجها، لو في حد محتاجها قريب مننا هنا موجودة عند أخونا محمود عصر، هسيب لكم برضو رقم تليفونه، أي حد محتاجه يكلمه ويعرفه إن هو تبعي أو إن هو من طرف إبراهيم العزب، وإن شاء الله هيعمل معاه الصح بإذن الله. محمود راجل محترم جدا وعنده في المحل كل حاجة متوفرة، وحتى لو مش متوفرة وقلت له عليها هيجيبها لك. جرب برضو يا جماعة حتة الفك والربط عشان خاطر برضو نوضحها للناس أكتر. كده طبعا شلت اللمة بكل سهولة، عايز أركبها تاني. بنضغط على الزرار ده كده ونمسك الزر من قدام، خلاص أهو كده مسك عليه، تمام. يعني الموضوع بسيط خالص بقى، بدل ما تقعد تربط بالمفتاح وتفك بالمفتاح وممكن المفتاح يضيع، لا طبعا ديت أريح كتير جدا، تمام. والجزء ده بلاستيك يعني عشان ما يعوركش او كده، المعدن بيبقى جوه ومن بره من هنا بلاستيك، تمام. طيب ممكن برضو نركب عليها بيبة زي دي كده، لو انت هتربط مثلا مسامير وليكن مثلا، ساعات ممكن نضطر نركب مسمار زي ده كده بدل ما اقعد اربط فيه بالمفتاح، لا هسقطه هنا في البيبة ديت كده، تمام. يبقى انا كده بدل ما اقعد اربط بالمفتاح او بيبة تانية، لا دي هتخش معايا على طول في الفيشر بتاعها. طبعا هي دي بيبة ربط مش بيبة ان هي تخش في خشب يعني مثلا زي الشنيور، تمام. انما كده دخلت اهيت، بس في حالة ان انا جبتها هنا على الشنيور دخل المسمار معايا في الخشب، مع ان هو المفروض ما يخش في الخشب، ده بيكون معمول له فيشر في الحيطة
وبيخش فيه. فلما جبناها على الربط هنا المسمار ما دخلش، لما قلبناها عشان يوق المسمار دخل اهوت. تمام، طبعا المسمار كبير جدا اهوت، نفذ ناحية تانية. طبعا مش هضغط عليه عشان خاطر مكسرش الحاجة. تمام اهو كده فكناها تاني. تمام زي ما انتوا شايفين يا جماعة اهوت، لكن على الرباط ما بيخشش كده. تمام، يعني لو عملناها كده على الربط مش هتخش كده، ما يخشش. تمام، لان طبعا انت كده بتربط بتدخلها في خشب، لكن لما نخليها كده عشان يور اللي هو ده يبقى كده يخش معانا اهوت زي الفل، دخل كله اهو. تمام، عايزين نفكه بكل بساطة اهوت. فطبعا البيبة ديت يا جماعة كمان بيبقى فيها مغناطيس من جوه، فالبيبة دي برضو بتنفع جدا. طبعا في منها مقاسات، يعني في بيبة تانية هي أصغر منها. هنفك دي كده ونركب دي البيبة الصغيرة. متوفر منها طبعا في السوق كل المقاسات اهي، دي بيبقى 10 ودي تقريبا 13. تمام، طبعا اي بنطة برضو. فطبعا بتوفر عليك وقت وبتوفر عليك ان انت تقعد تفك وتربط. الظرف ده جميل جدا جدا، والماكيته ماكيته محترمه وخفيفه على الايد. طبعا زي ما انتم شايفين لما بمسك الظرف جامد كده بيلف على الفاضي ما بيحركش ده، لكن لو جبناه عشان يو اللي هو ده، لو انا مسكت الظرف كده هيبقى صعب، يعني ممكن يعورني انا. تمام اهو، يعني كده قوي جدا، انت مش هتعرف ان انت توقفها اصلا. وطبعا ديت بتوري لك متانة الموتور ومتانة المعدة قد ايه، لان فيه شنايير كتير لو مسكت الظرف جامد طبعا هتوقف الموبينة وهتشتغل معاك على الفاضي. خدتوا بالكم؟ لكن لو نزلنا كده اهي كده وقفت. تمام، فطبعا الربط حاجة والشنيور حاجة تانية. زي ما قلت لكم ان شاء الله هسيب لكم تليفون صاحب المحل الاستاذ محمود عصر من كفر عليه بكة السبع. اي حد قريب من بكة السبع حابب يتواصل معاه، وان شاء الله محمود شخص محترم، ولما تتعامل معاه ان شاء الله عنده معدات كتير وعنده حاجات كتير هتعجبك، وانكم موفره كل حاجه في العدد. تمام، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما اكونش طولت عليكم واكون وضحت لكم على قد ما اقدر شغل الحته المعده ديت، يعني شغلها ايه وعرض امكانياتها وكده. تمام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.